سيدتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء الخبر. وصلت إلى جيبوتي الأسبوع الماضي عسكرية وعلى متن مساعدات إنسانية عاجلة قدمتها جمهورية مصر العربية الشقيقة. وتأتي هذه اللفتة الإنسانية في إطار الدور الرائد لجمهورية مصر العربية الشقيقة في العالم العربي، كما تعكس دعمها ووقوفها الدائم لدى جمهورية جيبوتي. وفي هذه الحلقة سنتعمق أكثر حول مسيرة العلاقات الثنائية القائمة بين جيبوتي والقاهرة مع سعادة سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي الدكتور محمد مصطفى عرفي. أهلا ومرحبا بك أستاذ. أهلا بك أستاذنا. أهلا بك. ولكن بعد متابعة هذا التقرير الموجز الذي عده لنا الزميل محمد عبد الله عمر. جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول التي بادرت للاستجابة للنداء الذي أطلقته سلطات الجيبوتية ووجهته إلى المجتمع الدولي لمساعدة ضحايا الفيضانات التي نتجت عن الأمطار الغزيرة والتي هطلت على جيبوتي أواخر شهر نوفمبر الماضي. بهذا الصدد حطت على أرض مطار جيبوتي الدولي في يوم السبت 9 من شهر ديسمبر الجاري طائرة نقل عسكرية على متنها مساعدات مصرية مخصصة للأسر المتضررة جراء الفيضانات. تسلم المساعدات المكونة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية ومستلزمات صحية الأمين التنفيذي لسكرتارية إدارة الأخطار والكوارث السيد أحمد محمد مطر من السفير المصري لدى جيبوتي الدكتور محمد مصطفى عرفي. وفي مداخلة قصيرة ثمنت الأمينة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن هذه اللفتة الكريمة من جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استجابة فورية من القاهرة لمواكبة جهود الحكومة الجيبوتية للتخفيف من معاناة العائلات التي تأثرت بتداعيات الأمطار الأخيرة. وانتهزت السيدة إفراع علي هذه الفرصة لتقديم الشكر والامتنان لمصر قيادة وحكومة وشعبا على تقديم هذه المساعدة القيمة. تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الجيبوتية المصرية شهدت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة بفضل القيادة الحكيمة للبلدين ممثلة برئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر رجيله وأخيه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بداية سعادة السفير، كيف تابعتم الأوضاع التي نجمت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا في جيبوتي في الآونة الأخيرة طبعا وأدت إلى حدوث فيضانات وسيول وأضرار جسيمة؟ في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا الذين أديروا بالفقد أو بالضرر خلال هذه الأزمة الإنسانية الطاحنة، العزاء لمن فقدوا أقاربهم وتمنياتي بسرعة التعافي لمن أديره. طبعا كانت أزمة إنسانية كبيرة، يعني بالأمس تابعت مع معالي وزير الخارجية محمود علي يوسف اجتماع في وزارة الخارجية أن حجم الكارثة التي تعرض لها جيبوتي قد أدير بسببها ربع عدد سكان جيبوتي، وهذا أمر جلل يستحق من المجتمع الدولي ومن الأفراد أيضا، يعني هذا واجب إنساني من على المجتمع الدولي وعلى الدول الشقيقة والدول الصديقة وعلى القادرين من الأفراد أن يهرعوا إلى مساندة أهلهم في جيبوتي. هذا ضروري لأن هناك ضرر حصل بالتأكيد في البنية الأساسية، المدارس، المستشفيات، فلابد من العمل على سرعة التعافي من هذه الأزمة الكبيرة. حدثنا سعادة السفير عن طبيعة المساعدة المقدمة من جمهورية مصر العربية، وهل من مساعدات أخرى في الطريقة؟ ما حدث أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل بفخامة الرئيس أخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله وأعرب له عن تضامن مصر مع جيبوتي وأهل جيبوتي في هذه الأزمة الإنسانية، وأكد له أن مصر تقف إلى جانب شعب جيبوتي وكل أسرة في جيبوتي، وتم الاتفاق على إرسال مساعدات. خلال أقل من 72 ساعة
كانت تم تجهيز طائرة عسكرية عاجلة بكميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية، وتم تسليمها إلى السلطات هنا في جيبوتي كي تستطيع سرعة التعامل مع من أديروا في منازلهم بتسكنهم في الخيام بصورة مؤقتة، وتوفير بعض الوجبات الجافة السريعة لهم كنوع من تثبيت الوضع والحيلولة دون تدهوره. إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم يوم 15 ديسمبر ننتظر طائرة عسكرية مصرية أخرى تأتي حاملة أطنان من الأدوية، من الأدوية اللي تشمل كل شيء، تشمل مضادات حيوية، تشمل أمصال، تشمل تطعيمات، تشمل أدوية لمواجهة الملاريا، أدوية وإلى آخر. هذه الشحنة الكبيرة من الأدوية ما هي رسالتها؟ رسالة مصر أن كل من أدير في جيبوتي، كل أسرة جيبوتية، كل أسرة بها مريض أو شخص لا قدر الله معرض للمرض خلال الفترة القادمة، الرسالة أن مصر بجواره، أن الدواء المصري، والسلطات هنا تتفضل مشكورة بتوزيعه بالمجان على 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 المحتاجين من المرضى. الرسالة أن مصر بجانب كل أسرة في جيبوتي، أن مصر تقف دائما بجانب كل مريض في جيبوتي. الدواء المصري إن شاء الله سيكون موجودا وحاضرا، والشحنة كبيرة قد تكفي سنوات إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى حديث آخر سعادة السفير، نتحدث عن العلاقات الأخوية القائمة بين جيبوتي ومصر، وما هي أوجه التعاون بين البلدين؟ هو أي سفير لمصر بيعمل في جيبوتي هو سفير محظوظ، لأنه لم تكن هناك أزمة سياسية بين البلدين مطلقا، الحمد لله. هذا أمر نحمد الله عليه كثيرا. هناك تفاهم تام في القضايا السياسية، هناك تعاون شبه تلقائي، كما يهرع الأخ دائما إلى مساندة شقيقه، يعني بالإنجليزي بنقولها we take it for granted، يعني نأخذها بشكل مضمون أن جيبوتي ستقف في جانب مصر في كافة المحافل الدولية وكافة القضايا الدولية وكافة ما يمس مصالح مصر، جيبوتي تقف معنا. وبشكل تلقائي جيبوتي تعلم جيدا أن مصر ستقف معها في كل الأزمات وفي كل الأوضاع وفي كل القضايا. هذا شيء تلقائي، يمكن أن نستغنى عن مصر طبعا. فحقيقة أي سفير مصري عمل هنا هو سفير لا يواجه مشكلة سياسية، هذا أساس. وكما قلت لك المساعدات التي قدمتها مصر، هذه هي ليست مساعدات، كلمة مساعدات تنطبق على الدول التي تجمعها صداقة أو، لكن مصر قامت بواجبها، هذا صلة رحم وليس مساعدات. لابد أن نضع الأمور في نصابها وفي منطقها الصحيح. هذه صلة رحم بين البلدين وبين الشعبين اللذين تجمعهما أواصر العروبة والانتماء الأفريقي والإنسانية والجوار وحسن العلاقات والديانة أيضا طبعا. طيب سعادة السفير، كيف تقيمون مسيرة العلاقات الأخوية بين جيبوتي والقاهرة في ظل قيادة الرئيسين إسماعيل عمر جيلي وعبد الفتاح السيسي؟ هناك إن شاء الله كما تعلم في شهر سبتمبر الفائت الماضي أبلغ سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية هنا برغبته في عمل نهضة في العلاقات ووصولها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. الحقيقة الطلب ده نقله معالي الوزير هنا لفخامة الرئيس والأجهزة المختصة ولقي ترحيبا كبيرا. والسيد الرئيس هنا عندما قدمت أوراق اعتمادي فخامة الرئيس رحب بي شخصيا ووجه كافة الوزارات والهيئات الجيبوتية بالتعاون مع السفارة لأجل الوصول إلى هدف الوصول بالعلاقات بين مصر وجيبوتي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. الشراكة الاستراتيجية لا تعني التفاهم السياسي فقط، بل تعني التعاون الاقتصادي، وهذا هو المبتغى. المهمة الثقيلة التي يعني أحملها هو كيفية ترجمة العلاقات السياسية شديدة التميز شديدة القوة إلى واقع اقتصادي يمس كل بيت في جيبوتي. هذا هو التحدي الرئيسي، وإن شاء الله تعالى هناك أخبار جيدة سيسمعها المواطنين الجيبوتيون إن شاء الله قريبا عن التعاون الاقتصادي بين مصر وجيبوتي. مش ممكن أعرف، هناك مشروعات كبرى نعتزم القيام بها بالتعاون مع الحكومة الجيبوتية.
أهمها بالطبع أن لدينا مشروعات كبرى في مجال الصراع السمكي، يعني هنا يعني إمكانيات جيبوتي عالية جدا في موضوع الأسماك، وممكن أن تصدر إلى أوروبا وتدر دخلا بمئات الملايين. يعني هنوفر فرص عمل للشعب الجيبوتي إن هم يتعلموا هذه الحرفة التي تجدها مصر. المصريون يجدون هذا الأمر منذ ألاف السنين، فسوف ننقل خبرتنا. أيضا لدينا مشروعات كبرى في مجال الاستزراع السمكي في مجال المنطقة اللوجستية، لدينا مشروعات تدريب عمالة، سوف نوفر فرص عمل طيبة جدا عبر مشروعات دوائية، مشروعات صناعات ثقيلة، السيراميك والآخر بإذن الله تعالى. يعني هيكون هناك التحرك على مسارين، مسار التدريب والتعليم ونقل الخبرات والعمل الاقتصادي. يعني أي رجل أعمال يريد أن يستثمر أمواله هنا في جيبوتي، فأول ما يبحث عنه هو إيه؟ العمالة الفنية المدربة. أكيد طبعاً. فلابد أن احنا نتحرك على هذين المسارين. كما تعلمون هناك يعني طريقان لا سلسة لهما لتنمية المجتمعات في العالم كله، الصحة والتعليم. طيب نعود في المجال حول السؤال هذا، هناك يعني المجال التعليمي طبعا والمجال الصحي وكذلك المجال العسكري، يعني فضلا عن المجال التجاري. دعنا نسلط الضوء حول المزيد حول هذه المجالات يعني بشكل أوضح. يعني احنا ما تلقيته من توجيهات قبل قدومي هنا ان ان ان, أن لابد من توفير كافه فرص التدريب لاهلنا في جيبوتي في كافه المجالات. جيبوتي تريد تدريب كوادرها العسكريه، نحن نرحب بهم ونمدهم بفرص التدريب في كليات المعهد العسكريه. جيبوتي تريد تدريب عماله فنيه في مجال الكهرباء، نمد لهم. جيبوتي تريد تدريب في مجال الطاقة والحرف، نحن نوفر لجيبوتي كافة الفرص التدريبية اللازمة. وفي مجال المرأة، لا سبيل لنهضة المجتمعات إلا بالمرأة. بالمرأة ده أكيد طبعا. بداية من الصحة الإنجابية، بداية من كيفية رعاية الطفل، بداية من كيفية العناية بصحة الطفل. هذه أمور شديدة الأهمية، ولذلك هناك تأكيد من معالي الوزيرة المختصة بشؤون المرأة خلال لقائي معها وخلال لقائي مع رئيس البرلمان وخلال لقائي مع سيد رئيس الوزراء، طلبوا مني أن أركز على الدورات التدريبية التي تقدمها مصر في مجال تنمية المرأة وتعليمها الحرف وتعليمها المرأة نص المجتمع. المرأة نص المجتمع وهي قاطرته، ويعني هو ربنا أناط بالمرأة مهمة بناء الإنسان، حمله ورعايته طفلا ورضيعا ثم طفلا ثم صبيا. فإن شاء الله تعالى نحن حريصون على ما يسمونه بناء الكوادر. كلما وهذا هو يعني هذا ليس تفضلا من مصر لا سمح الله، هذا واجب مصر، وهذا ما نعتقده في أهل جيبوتي. إذا ما تعرضت مصر لنازلة، من هي الدولة التي ستهرع على مساندة مصر؟ بالتأكيد أن ستكون جيبوتي في مقدمة الدول التي تساند مصر، رغم إمكانياتها يعني القليلة ضعيفة. كل يجود بما يسره الله له. يعني أنا متأكد إذا تعرضت مصر لأزمة إنسانية مثل التي تعرضت لها جيبوتي خلال الأيام القليلة الماضية، ستكون جيبوتي أوائل الدول التي ستهرع على مساندة مصر. هذا هو واجب، هذا واجب شقيق وواجب إنساني. يعني هناك هناك دول تنتظر منها العون، كويس، ولكن هناك دول انت متاكد انها ستهرع عليك في وقت الحاجه. يعني سعاده السفير، كما تعلمون جيبوتي تسعى لشغل مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي. كيف تتابعون تحركات البلاد يعني لتحقيق هذا المسعى، ولا سيما في ظل دعم الدول العربيه وفي مقدمتها مصر؟ إن شاء الله يعني نتمنى التوفيق بإذن الله. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، واجتمع مع فخامة الرئيس الكيني، وحاول الوصول إلى صيغة مرضية تحقق المصلحة وتحافظ على التلحم الأفريقي.
جيبوتي أمنت حسب ما نقل لي المسؤولون بالخارجية هنا تأييد جامعة الدول العربية وتأييد الفرنكوفونية وتأييد مؤتمر إسلامي والآخر. نتمنى التوفيق طبعا، ونحن يعني لابد أن تكون العضوية في مجلس الأمن هي محققة ليس لمصلحة القطر ولكن هي لمصلحة الإقليم ومصلحة الإنسانية. هذه مسؤولية كبيرة طبعا. هذه مسؤولية كبيرة، يعني هي الدول عليها في هذا المجال أن تحمل على أكتافها مسؤولية كبرى، الحفاظ على السلم والأمن الدولي، الحفاظ على صوت للدول التي رشحتها. طيب سعادة السفير، كيف تقيمون الدور الذي تلعبه جيبوتي في ترسيخ السلام والاستقرار في القرن الأفريقي والصومال في الوجه الخصوص؟ جيبوتي دولة آمنة مستقرة إن شاء الله نامية متطورة، بتقدم نموذج لأن الأوضاع لو استقرت الأوضاع وفي تنمية بشكل مستمر هذا من شأنه الحق الاستقرار الإقليمي، بتقدم نموذج طيب للإقليم وما وراء الإقليم. دائما في علم السياسة تجد أن مفتاح التنمية هو الاستقرار. استغلط طبعا. لما فيش استقرار ما فيش تنمية. ما فيش استقرار ما فيش تنمية. صحيح. لو في كل يوم إرهاب هنا ومظاهرة هناك واعتصام في الناحية الأخرى، هذه ليست أجواء استثمارية. لن يأتي مستثمر لدولة غير أمنة. لن يأتي مستثمر لدولة تنقطع بها الطرق وتتعطل بها المصالح. هذا رأس المال لا يعرف العواطف. رأس المال لا يعرف المشاعر الإنسانية. رأس المال يريد مصلحته. فالاستقرار هو أساس التنمية. ولا توجد دولة في العالم لا تواجه مشكلات. هذا لا يوجد إنسان لا يواجه مشكلات. فعلا. أنا وأنت والآخر كلنا نواجه مشكلات على المستوى الشخصي، ولكن كلنا نكمل الحياة ونحاول الإصلاح. فعلا. طيب سعادة السفير، ما هي الأفاق المستقبلية للعلاقات البلدين لتحقيق أمالها؟ أنا وصلت إلى بلدكم الشقيق هنا منذ قرابة شهرين وعشرة أيام، والحمد لله أزعم إن ما تحقق خلال هذه الفترة يعني يفوق أكثر توقعاتي تفاؤلا، وأعتقد أن هناك قدرا كبيرا جدا من التوفيق من الله سبحانه وتعالى لما بذلته السفارة من جهة ما حققناه في خلال الشهرين الماضيين، أو التعاون مع الأجهزة الجيبوتية وتعاون الوزارات الجيبوتية يفوق ما تم تحقيقه على مدار سنوات طويلة. فنحن نسير على الطريق الصحيح، وكلما تجاوبت معي أجهزة الوزارات الجيبوتية بسرعة كلما استطعت تحقيق المزيد. هذا أساس لابد أن أسير بسرعة طيبة وتجاريني الأجهزة والوزارات الجيبوتية. كل هذا يصب الفكرة كلها أن العلاقات السياسية بين الرئيسين وبين الحكومتين هذا ما لا ليس كافيا. لابد من تحقيق صالح الشعوب، لابد من تحقيق صالح كل أسرة جيبوتية، لابد كل أسرة جيبوتية تجد الدواء المصري موجود عندها وبالمجان، لابد أن كل أسرة جيبوتية تجد أن هناك فرصة عمل لأبنائها في المشروعات التي تقومها مصر. من أجل هذا يحصل تلاحم بين الشعوب ويحصل استثمار طويل الأمد. لن يقتصر الأمر على المحبة الموجودة بين الشعبين المصري والجيبوتي، هذا لا يكفي. لابد من وجود مصلحة بين الشعبين تضمن الاستمرارية إن شاء الله تعالى. سعادة السفير، كلمة أخيرة تود توجهها للجمهور. أنا بقول في الأزمة الأخيرة مصر معكم وستظل معكم. دعواتي لأهلنا في جيبوتي بسرعة التعافي من هذه الأزمة الإنسانية الطاحنة. خالص العزاء مرة أخرى لمن فقد، رحمهم الله تعالى وأسكنهم فسيح جناته وتجاوز عن خطاياهم. لابد من التكاتف لعبور هذه الأزمة الطاحنة. مصر معكم، مصر مع كل أسرة في جيبوتي،
وليست مع الحكومة ولا لا، مصر مع كل أسرة في جيبوتي، مصر مع كل مواطن جيبوتي، وهذا ما تنتظره مصر من كل مواطن جيبوتي عندما تلم بها الملائم لا قدر الله أن يكون وراءها. فإن شاء الله تعبر هذه الأزمة بسلام، وإن شاء الله نعمل على إرساء شراكة استراتيجية تمس كل بيت وكل أسرة في جيبوتي. وفي نهاية هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة السفير المصري في جيبوتي الدكتور محمد مصطفى عرفي لتلبية دعوتنا، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.